بداية سريعة للعربي وتحذير سلة وتضييق للفارق. أصبح سلة وحيدة أعزائي المشاهدين. مصطفى فودة، مصطفى فودة من جديد يبدأ هجمة جديدة لفريق السد. دومينيك جيمس، ناصر يفضل التصويب والخطأ الشخصي. خطأ لتيلر اللاعب الجديد في صفوف السد. خطأ شخصي ثالث. التراب الفاول. على طول تم تبديله أعزائي المشاهدين. اللقاء يقترب من جديد. العربي يعود أعزائي المشاهدين. التعادل الأول 18-18 بعد مضي دقيقة وحيدة. المباراة تعود إلى نقطة البداية. الاختراق باباكار. باباكار يعود بالسد من جديد. يعود بالسد من جديد إلى التقدم 20-18. المباراة ساخنة. تاتش لاين عند استلام الكرة كانت القدم اليمنى لخالد على السايد لاين. لذا تم احتساب ادخال الكرة مرة أخرى. المحاولات، محاولة جديدة وميروسلاف تحت الضغط. تضيع الكرة. الترانزيشن هنا خالد بالخبرات على طول بالتخصص والخبرات يسجل النقاط. التعادل من جديد. دومينيك جيمس يحل المشكلة مرة أخرى. الحاج علي صالح البلوك شوت بطريقة الفولي بول. وهنا الباس الكيك اوت. فودة في مكانه هيبحث عن الكيك اوت. الجميع هنا في السد، الخمس لاعبين عندهم المقدرة على التصويب. دومينيك في التمرير على طول بيرد على طول. هنا الترانزيشن. التعادل الثالث أعزائي المشاهدين للمرة الثالثة بعد ال 18 وال 20 ال 22-22. تعادل مستمر في فترة ايكوال جيم. وهنا باباكار البحث عن ناصر يحلها مصطفى، يمررها ناصر خارج الخدمة. هجمة للعربوية. لم يتقدم العربي حتى الآن، ولكن التعادل مستمر أعزائي المشاهدين. مرة أخرى المحاولات، التمريرات، يبحث عن الإنسايد. وكرة هنا الخطأ الشخصي. خطأ شخصي، بالفعل خطأ شخصي. هنشوف قرار الحكم. تقدم أول للعربي أعزائي المشاهدين. ها
نقطة جديدة أعزائي المشاهدين، نقطتين وراء بعض للعربي. يتقدم العربي الآن بأول مرة 24-22. ودومينيك جيمس، يا سلام على الباص، باص سحرية لكن غير مفهومة ولا مرئية من باباكار، ولكن الحاج علي. ونزول أعزائي المشاهدين، تبديل جديد في فريق السد، ولكن سرعان هيتم تبديله مرة تانية ولا ايه؟ هنشوف داوود. لا ده خرج باباكار، خروج لباباكار، نزول لفيصل. التمريرات العربوية، متقدمين للمرة الأولى، وهنا يا سلام اسيست وايم وان هاند باص قام فيها سليم الراجحي، نط جوه الملعب مساعد المدرب، وهنا طبعا يقف خلف حاتم مملوك سليم الراجحي ويزن، اثنين من اميز المدربين اللي موجودين بصراحة. والناحية الأخرى ياسر أحمد بطل مرحلته، هو المساعد مع الكوتش مانوس. المحاولات، الدخول، بيرد العربوية، سيطرة للعربي، سيطرة للعربي على مجريات هذه الدقائق الأخيرة. العربي 28، السد في مأزق ب 22. هنا التايم أوت على طول للكوتش مانوس، حل مشاكلك يا كوتش العربوية. راجعين تايم أوت ونعود بمشيئة الله. عودة تيلر المحترف الجديد، عودة للملعب لي تيلر بيرد. ثلاث أخطاء شخصية، لكن ما يقدرش يصبر زيادة عن كده الكوتش مانوس. المباراة تروح منه، العربي مش عاوز يدي فرصة تقدم أكبر. فينك يا دومينيك، فينك يا سلام. جهلوي يضحك على دومينيك ويرتطم الكرة ويكملها لكن لا ينهيها. والحاج علي صالح بطريقة حراس المرمى يعمل الدايف لكن تضيع الكرة. ما هنا طبعا ميروسلاف، الكل يطالب بدفعة، دفعة جديدة، دفعة جديدة لبرد، لكن مرة أخرى جالاوي. مرة أخرى المحاولات والتصويبة من عمر سيك، ولكن مرة أخرى الاختراق من باباكار. التمريرات بيرد لكن قصيرة هذه المرة، لا لاعب اعتقد انه مميز. مرة اخرى المحاولات، هدوء في الملعب، الدخول، الاختراق، دومينيك يحلها جيمس.
مرة أخرى. تسجيل لسلة جديدة. العربي أعزائي المشاهدين ب30 نقطة، السد 24. مرة أخرى المحاولات. دومينيك جيم، التمريرة، باباكار. مرة أخرى محاولات للعربي، وهنا جالوي، الاختراق من جالوي من على البيس لاين. الله، سجل سلة جميلة. مرة أخرى السدوية في مأزق، 8 نقاط، ولكن لا زال السد لا يعلم مكان سلة العربي. تضيع الكرة بغرابة، جلوي يحييها، الحاج علي صالح على المربع يسجلها. إذن هي صحوة للعربي، حيرة في السد أعزائي المشاهدين، السد في مأزق. 10 نقاط هي الفارق، 10 نقاط للعربي، ودومينيك قصيرة لدومينيك، والفاست بريك، الحاج علي صالح، ويا سلام على البيهايند باس، شو بإمضاء العربي. الله الله الله، العربي يقدم العرض الرائع، والدنك على طول من ويليام بيردي يطير من جديد. أداء مميز للعربي. السد تاني، دخل بيردي السد، ولكن هنا البلوك شوت من عمر سيك. التبديل مزدوج، نزول لفيصل وناصر بدلا من ميروسلاف وفودا. الله، العربي يعود من جديد، حامل اللقب يكشر عن أنيابه أمام السد. الصراع الكبير على الدخول إلى المربع. دومينيك، أين أنت يا دومينيك؟ لم يأتي بعد. لا، فين بقى لما كنا بنقول الكينج جيمز دومينيك جيمز؟ لا، لسه له مباريات ومباريات دومينيك. مرة أخرى خالد الغزال، وجلوي بالتخصص، وسيف الدوسري، قرار سليم 100%. بالفعل آخر من لمس الكرة هو جالوي. 12 نقطة، له أسلوب رائع في الستيل جالوي، هو صاحب مواصفات بدنية، فلا طول ذراع. مرة أخرى دومينيك، هنا بيرد اللاعب الجديد، الاختراق رائع، غير اتجاهاته، صاحب مهارة عالية، لم يتمكنوا من الدفاع عليه فريق العربي إلا بالخطأ الشخصي. 36 عربي، 24 السد، ومتبقي دقيقة 25 ثانية، والخطأ الأول يتم ارتكابه بواسطة ويليام. نقطة أولى لويليام. رمية حرة جديدة، ينجح لاعب مميز ويليام. التقدم لازال 10 نقاط لمصلحة فريق السد. التمريرات هنا بيلاقوا بعض، خلاص الحاج علي مشكلته في الفينش. مرة أخرى دومينيك، دومينيك والبحث، التصويب الأول ما بيلاقي الأوبن شوت ما بيصدق على طول. نسجل 6 نقاط، لكن دومينيك هو أفضل هدافين اللي موجودين في الملعب.
بعد خروج ميروسلاف بثمان نقاط، بينما ثلاث لاعبين بثمان نقاط في فريق العربي، ثلاث لاعبين الحاج علي وخالد وعمر سيك. إذن هو توزيع للسددين، ويليام بيرد وجالوي ست نقاط. شوف السيمترية، الخمس لاعبين مسجلين زي بعض، هي دي ميزة العربي، الأداء الجماعي. دومينيك جيمز يسجل، كاد ناصر يتدخل ويحرم فريق السد من نقطتين، لكن سلة صحيحة وخطأ جديد على بيرد. كنت بأتحدث مع حضراتكم ان الخمس لاعبين اللي موجودين في الملعب في فريق العربي تقريبا مسجلين زي بعض، دي ميزة كبيرة جدا، على زي ان ميزة ان مفيش محترف قوي يقدر يلعب لوحده وينهي المباراة، لكن في نفس الوقت الأداء الجماعي. دفاعات متقدمة، فيصل أبو عيسى في مهمة مع جالوي، لاعب أكثر من رائع، كيفن جالوي هذا صانع الألعاب، لعب في لبنان، لعب مع النفط العراقي، حصل معهم على الدوري. ست ثواني، هجمة أخيرة، بيردي يعود، بيردي يطير ويسجل من جديد، ودومينيك بعيد عن السلة. 38-29 أعزائي المشاهدين، هي نتيجة شوط أول، لكن لمصلحة العربي. إلى راحة ما بين شوطي المباراة، ونعود إليكم بتفوق ب 24-11 نتيجة هذه الفترة. الدابل سكور في هذه الفترة هي نتيجة الفترة لمصلحة العربي، ولكن في الأخير 38-29 نتيجة الشوط الأول راحة، ونعود إليكم بمشيئة الله.
عدنا أعزائي المشاهدين، اللقاء الناري، لقاء السد المتصدر أو أحد المتصدرين مع العربي الحالم في دخول ضمن الأربعة الكبار. وهنا فودة، يا فودة يا حلاوتك يا فودة، فودة يصوب باستخدام اللوحة ويسجل ليضيق الفارق ويعود الأمل إلى السدوية. هناك الأمال كلها موجودة، لسه بدري، شوط كامل جديد. عاد العربي في الفترة الثانية، هل يتمكن العربي من الاستمرار؟ عمر سيك والتمركز الجيد والاستلام رائع من خالد سليمان. مرة أخرى البحث عن ألعابستر، لسه طبعا برد الجديد في صفوف السد. هنا بيصوب من بعيد، لسه كنت بأتحدث عنه، لاعب مميز بالفعل. قرار صائب من حكم المباراة، قريب من الكرة. والكرة لمصلحة مرة أخرى، وجاسم على طول القرار لمصلحة السد، ارتطام الكرة في قدم لاعب فريق العربي. مرة أخرى السد، الكات الرائع من دومينيك، والباس سلة كانت هتكون جميلة. دائما بندر قريب من الكرة، اتخذ قرار ثاني صحيح. الكرة بالفعل لمصلحة السد. جالوي هو من أخرج الكرة، ودومينيك جيمس على إدخال الكرة على طول. اليوب باس استغلها وسجلها، ضاق الفارق مرة جديدة. المباراة هتروح وتيجي، المباراة لسه. إصابة باباكار في أرضية الملعب، وخالد والتصويبة، الكرة حائرة والسلة لجلوي. السلة لجلوي وإيقاف المباراة، باباكار والإصابة. ياسر أحمد المدرب العام في السد يتحاور مع سيف الدوسري، لماذا عدم إيقاف المباراة حفاظا على سلامة اللاعبين؟ هنا الرد، القانون لا يفقد السد العربي الميزة طالما اللاعب خارج اللعبة، خارج اتجاه اللعب. بالفعل الكرة كانت أمام باباكار، أقرب إلى سلة السد، لذا لم يتم إيقاف المباراة حتى لا يتم حرمان العربي ولا يوجد خطورة على اللاعب، ولكن يتم إيقافها في حالة الحيازة ودخوله داخل اللعبة. السلة للعربي والإصابة لباباكار، أيضا هناك إصابة في صفوف العربي، سبرين أنكل لخالد رشدي، سلامات يا خالد. وهنا باباكار أحد القوى الضاربة في الزعيم السداوي. إن شاء الله بسيطة. ظهور جديد لفيصل أبو عيسى، اللاعب الشاب، لاعب فريق الشباب في السد، المتصدر حتى الآن لدوري الشباب. هنا بيردي جاهز على طول، لسه ما خدش أول لقاءاته، قادم من السفر أمس، قادم من أمريكا مباشرة، لعب في أكثر من نادي في أوروبا، في اليونان ودولة الاحتلال وفي أندية كثيرة. وهنا خالد سليمان والخطأ الشخصي. مصطفى زميل لخالد في المنتخب الوطني، لذا توجه خالد سليمان للاطمئنان على مصطفى فودة، والخطأ الثاني على خالد سليمان. الفارق 9 نقاط، مضى 3 دقائق. ميروسلاف هيكون له دور كبير، وفودة في التصدي.
سويبة، لكن عمر سيكن هناك تجربة لبابا كار بواسطة الجهاز الطبي لنادي السد والاتحاد القطري من أجل الاطمئنان على سلامته وإمكانية عودته للمباراة. هذا ما يحدث خارج الكاميرا لبابا كار، هام جدا، اللقاء متأزم، كالوي يطالب بالخطأ، خالد هنا في المحاولة، الصراع على الكرة، البقاء للأقوى ميروسلاف، وكالوي على الخطأ الشخصي، صانع ألعاب أكثر من مميز كالوي. مرة أخرى هنا الرميات الحرة بواسطة ميروسلاف، فترة ثالثة مضى منها 3 دقائق ونصف دقيقة. العربي عاد في منتصف الفترة الثانية، هناك تشتت وتشتيت، السد اليوم ليس هو الزعيم المتصدر، لسه بدري، هناك إمكانية العودة في أي وقت. تسجيل النقاط، هنا يا السلام يا فيصل أبو عيسى، رب ضارة نافعة، خروج بابا كار، نزل أبو عيسى مميز في الديفنس، الإطباق هنا ومحاولة جديدة والدبل تيمينج على خالد سليمان ينجح مرة أخرى. الفريق السد يعود للدفاع، المان تو مان بعد النجاح في خطف الكرة بواسطة فيصل أبو عيسى، ويليام مع الثانية الأخيرة والخطأ على ويليام بير، ليس هو بيرد الموسم السابق، مش هو ده ويليام اللي ساهم مع فريق النادي العربي في الحصول على بطولة الدوري وكأس سمو الأمير في الموسم الماضي. دومينيك جيمس، الاختراق، بيرد والمحاولات، الكيك اوت، دومينيك ب3 نقاط، وفيصل يحاول لكن تدخل الكرة بواسطة دومينيك، إذن هو عودة للسد، الفارق يتقلص ل3 نقاط، مباراة لسه بدري. هنا عمر سيك وخطأ شخصي، خطأ، لا مش خطأ شخصي، الصافرة هي مخالفة، جاسم نظر، القرار مخالفة، إن شاء الله بسيطة. البابا كار حاط التلج على رجله، ناحية الأخرى خالد رشدي وفيصل والكيك أوت، ولكن خالد سليمان الترانزيشن أبطأ هذه الفترة من العربي، وهنا الخبرات، الغزال يذهب، الغزال يسجل ويعود بالعربي لفارق 5 نقاط. السد من جديد، تحركات، الإدخال للكرة، البحث عن التمريرة الخارجية، فودة فودة فودة، أبو عيسى قصيرة، أبو عيسى لعمر، وإيقاف للهجمة، نجح أبو عيسى في إيقاف الهجمة، هنا ويليام مير ينجح في الحصول على الخطأ الشخصي من ميروسلاف. ويليام مع التصويب،
ينجح في الرمية الأولى. وأيضا في الثانية مرة أخرى فيصل أبو عيسى يخترق فيصل، يمررها فيصل، الأسيس باص الرائع من فيصل أبو عيسى لتيلور بيرد المحترف الجديد في صفوف. إذن هو إضافة قوية فيصل أبو عيسى لفريق السد، وهنا بيرد أصلا رائع. إذن تألق لكلاهما في هذه الفترة، وهنا بيرد والفيصل، وفيصل انسايد والكات والهوب، يا سلام يا سلام، مزيكا يا فيصل ابو عيسى، يسجل بالهوك شوت امام العمالقه ليعود بالسد من بعيد فيصل نبيل ابو عيسى. مره اخرى خالد الغزال يبحث عن رد الغزال، محاولات جديده، الكيك اوت، ويليام يا ويليام قصيرة، الخطأ الشخصي، خطأ شخصي رابع هنا على تيلور بيرد. بالفعل كنت لسه كأن الولد سمعني بقول النهاردة أداء مميز، ورب ضارة نافعة، خروج بابكار، نزول فيصل، أدى أداءات أكثر من مميزة مع هذا اللاعب المحترف الذي يتم تبديله الآن وينزل بدلا منه ناصر الريس. أربع أخطاء شخصية والمباراة متبقي فيها 13 دقيقة وعشرين ثانية، إذن باقي مباراة كاملة لابد من الحفاظ عليه. هذا لاعب ظهور أول له اليوم، ظهور مميز بلا شك. إضافة مراجعة للوحة التسجيل. مراجعة الأخطاء. المراجعة من صلب القانون، من صلب اللعبة، أن يتم مراجعة. تم الاستماع والمراجعة، وهنا يتوجه جاسم نظر الحكم الأول، الحكم الدولي الرائع المميز، إلى تيلور عامل 5 ريباوند و9 نقاط وأسيس باص، لم يلعب سوى 22 دقيقة. مريح جاسم، دايما يحسس المدربين، يعطيهم انطباع بالهدوء. في الملعب أيضا زميلاه سيف الدوسري وبندر السويدي. المباراة خارج الملعب وداخل الملعب، الحماس زائد. المفترق الأخير، الأسبوع الأخير من الدوري أعزائي المشاهدين، الأسبوع القادم بيوم 11 سيكون هو الختام للدور القسم الثاني. آخر لقاءات الهامة هي السبت 9-1. اليوم الناري. هنا مصطفى يصوب وناصر فولو تايم، ناصر يشعل المباراة. الريس تنشق الأرض، ناصر الريس زي ما يكون نزل من فوق ما طلعش من على الأرض، يسجل ناصر الريس. وهنا الخطأ، الأوفنسيف فاول على جلوي، نجح مصطفى فودة. إذن هي صحوة للسد، صحوة للسدوية. والسكور الآن العربي 47 السد 45، تقليص لفارق النقاط. المباراة مشتعلة داخل الملعب وخارج الملعب في المدرجات، المباراة في منتهى الأهمية خاصة للنادي العربي ولنادي الوكرة، حيث المنافسة على الدخول والاستمرار هم الآن
اقرب الفرق. وهنا خالد الستيل من خالد سليمان، عمر سيك، والخطا من دومينيك جيمس. سبعة واربعين عربي، خمسة واربعين سد، خطأ شخصي ثاني على دومينيك جيمس. التمريرات للعربوية، والقال ويفيق من جديد ويعود ويسجل، وبالدنك هذه المرة. مرة أخرى المحاولات للعربي للتأكيد والسد للتعويض، ودومينيك جيمس عاد من جديد ويسجل. والتحذير هنا من بندر، عدم لمس الكرة عقب تسجيل السلة حتى لا يتم إيقاف الهجمة المرتدة أو الترانزيشن. والفاست بريك لفريق العربي، دفاعات قوية من فودة على خالد سليمان، أقوى من اللازم. دخول الكرة من السايد لاين، المحاولات خالد سليمان، الباص لعمر، والاند وان. إذن هي العودة مرة أخرى للعربي. بالفعل الخطأ الثاني على ناصر الرئيس. هنا القرار بسلة مزدوج، بسلة الإعاقة. الكرة هنا، الاعتراض أن الكرة لمست الرينج. الحديث ما بين جاسم نظر ومدرب فريق السد بيقول إن الكرة لمست الحلقة فيقوم بإبعادها، ولكن هو تدخل قبل أن تلمس الحلقة. إذن هي سلة محتسبة بنقطتين لمصلحة العربي. كلام سليم، هو إيده اللي خلت الكرة تلمس الحلقة، لكن لو ارتطمت بالحلقة وتم إخراجها هذا قانوني، لكن هو أعاق الكرة من دخول السلة. هنا فيصل أبو عيسى، الحل هو العنوان، عنوانه فيصل يا فصول، يسجل بثلاث نقاط على طول، يعود مرة أخرى بالسد. إذن هو دومينيك جيمس على الإيزي باسكت. المباراة رهيبة، المباراة جميلة أعزائي المشاهدين. أنا مستمتع كمشاهد قبل أن أكون معلقا على المباراة. من على البيز لاين وناصر، هيرجع السد مع النهاية، هيعوض ويسجل. دومينيك عمل الفيك، وهنا ميروسلاف على طول التريلر داخل القطر وعدى، سجل الكرة وخلصها وراح بالسد في المقدمة. أعزائي المشاهدين، إذن هي صحوة الزعيم السداوي، لكن أين العربوية حامل اللقب؟ لا زال هناك لغز كبير في المحترفين. مرة أخرى جلوي صاحب التمريرات، خالد سليمان زي ما كنت بقول دائما الحل هنا عند سليمان، والكرة بعيدة. عاد سليمان بالعربي للمقدمة مع نهاية فترة ثالثة، إذن الفترة الرابعة. أكيد أنتم لا تذهبون بعيدا في انتظار الفترة الرائعة، مباراة بطعم الفاينل. السد 54، العربي يتقدم من جديد ب 55. لا تذهبوا بعيدا.
عدنا أعزائي المشاهدين، فترة رابعة، فترة الختام، فترة العنوان، فترة نهاية المباراة. وهنا الإنسايد لجالاوي يسجل من جديد أعزائي المشاهدين. العربي 28، السد 58، 54، السد 58 عربي ناصر، والخطأ على عمار الحج علي صالح يرتكب الخطأ الشخصي. ناصر على التصويب. لم تنجح الرمية من ناصر. التقدم لازال للعربي. إعادة للرمية. إعادة من جديد، مخالفة. القيام بأعمال المتابعة قبل أن تلمس الكرة الحرة. مرة جديدة الدفاعات ضاغطة، تم كسر الضغط. ويليام، عمر، والدفاعات القوية من ناصر. إذن الكرة الآن لمصلحة فريق السد من جديد. تصويب بثلاث نقاط، لا تنجح، لم تنجح. مرة جديدة جالاوي، الكيك اوت، ويليام من بعيد، ويليام، التدخل على طول دومينيك جيمس، والستيل، والكرة لمصلحة فريق السد. ودومينيك، لكن عمر يتدخل، مصطفى، ولكن مرة جديدة فريق السد دائما عندهم الملكة للستيل. هنا وويليام، ويليام لم يعد ويليام، والكرة، الباص، وفيصل أبو عيسى باليسرى، فيصل باليمين يسجل، باليسار يسجل، الثلاثية يسجل. سبع نقاط هامة جدا للسدوية بواسطة هذا اللاعب الشاب. دائما نسعد باللاعبين الصغار السن والشباب. هنا التمريرة، هنا فودة. لما نتحدث عن الشباب، هنا مرة جديدة مع مصطفى فودة، الوقوف، خلق مرحلة العودة، مرحلة التسجيل، مرحلة التعويض، والتقدم لا تأبى أن تتقدم. مرة أخرى فريق العربي، التصويبة، ميروسلاف كالعادة في المتابعة. دومينيك جيمز، لا يخدع الجميع، دومينيك خدع الجميع انه هيلعب على السيت بلاي ويهدي المباراه، ولكن سرعان دومينيك جيمز صاحب الدبل دبل في المباراه حتى الان من فريق السد، هو الوحيد ب 18 نقطه و10 اسيس باس، بينما هناك خالد سليمان ايضا دبل دبل بال 15 نقطة والعشر متابعات. عمر سيك ملك المتابعات في اللقاء، 17 متابعة حتى الآن و14 نقطة. وهنا تسجيل من جديد للمحترف الجديد تايلور، لا مش تايلور، دومينيك جيمز، عذرا، اللي حصل على الخطأ بعد الخداع والاختراق. يسجل. إذن السد في المقدمة، السد يعود بنقطة وحيدة بعد مضي ثلاث دقائق من فترة أخيرة رابعة.
والتايم اوت اكيد عرباوي للحاق بالمباراه. نستكمل معكم عقب نهايه الوقت المستقطع بمشيئه الله. عدنا أعزائي المشاهدين للقاء متكافئ والتقدم من جديد للسد. أفضل مسجلي النقاط في الملعب هو دومينيك جيمز بعشرين نقطة، لكن خالد اللاعب المحلي ولاعب المنتخب الوطني هو أفضل مسجلين لفريق العربي، ومن ثم عمر سيك المحترف المحلي أيضا ب14 نقطة، ويدخل فيصل أبو عيسى من أفضل مسجلين السد بتسع نقاط بعد توديتش ميروسلاف العربي. هنا الستيل من جديد لدومينيك والخطأ على خالد. إدخال الكرة من الحد النهائي بواسطة فودة، مصطفى فودة. دومينيك أفضل لاعب السد حتى الآن بالعشرين نقطة والعشرة أسيست، لاعب هام بدون شك. مرة أخرى دومينيك جيمس والتصويبة بثلاث نقاط، ولكن عمر في المتابعة. قلوي خالد ويليام، يا ويليام، وعلى طول عمر يلحق ويليام ويمرر ويليام ببراعة على طول. ميروسلاف الكوتش طبعا مش هيقدر يخلي ميروسلاف بره كتير. المباراة خلاص ست دقائق، خلاص العربي نقطة متقدم. فودة التصويب، فودة يأتي من بعيد كالعادة. مصطفى عصام فودة من المنطقة التي يفضلها الخمسة واربعين درجة من الجهة اليسرى يسجل من جديد، يعود بسد التقدم بنقطتين. خالد هنا، خالد وناصر الخطأ الشخصي. الخطأ الثالث على ناصر. تم استبداله، نزول لميروسلاف توديتش. أميز اللاعبين هنا، الخطأ ليس في حال التصويب. إذن إدخال الكرة من الحد النهائي هو قرار الحكام. ويليام مرة أخرى، دومينيك يستمر في التقدم، وهنا القطار الحديدي ينهيها. أعزائي المشاهدين ينهي هذه الهجمة ويعود بالفارق للمرة الأولى منذ الفترة الأولى إلى أربع نقاط. وخالد هناك معاناة في تسجيل، ودائما الحل بواسطة خالد سليمان هو الحل الوحيد الآن. يعود بالعربي للكلوز جيم دومينيك جيمس. الانسايد مين قاطع له؟ الباص فين؟ أبو عيسى بيقطع، راحت له الكورة، وقف وسجل
وفودة يا سلام يا سلام. فودة فين؟ مين اللي بيعمل المتابعة؟ مصطفى عصام فودة. روح كبيرة، روح عالية، هي التي يتميز بها نادي السد بصراحة. شايفين فيصل قطع الأول، راح استلم الكورة، حصل عليه الضغط وشاط، اللي عمل المتابعة وراه أيضا على البيز لاين في الأوفنسيف ريباوند هو مصطفى فودة. الشباب والحماس والتحرك، ليه حق لما بقول إن هم دول روح فريق السد. حتى ناصر عامل جيم ديفنسي كويس. 66-63 على عربي في مأزق. السد بيطلع مستواه بشبابه ورجالته دول. شوف شوف التحركات، التفاهم، ابو عيسى الكيك اوت، ميروسلاف، شوف 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 زي ما اكون متوقعها وشايفها قبل ما تتلعب. شايف التحركات، دخل كيك اوت، عادها تاني، عكس اتجاهها، مستنيها سلام، وميرو على الاطلاق يطلقها ويذهب السد بعيدا ب 69-63. اربع دقائق فقط متبقيه واداء مميز لفريق السد ووقت مستقطع اكيد للعربي، ونعود من جديد بمشيئه الله. الدفاعات الضغطة استغلالا لهذه الحالة، العربي يسجل على طول، حصل كسر لهذه الدفاعات. لا أعتقد أن فريق السد في حاجة ليها الآن، هذه الدفاعات الضغطة بالفول كورت. لسه أربع دقائق، الخبرات هنا تتغلب من فريق العربي. الهاندوف مرة أخرى ليتم تفريغه، ليتم تصويبه، تصويبة جيدة ولكن تضيع. بالفعل عادوا للخلف، ما كانوش في حاجة لهذا الحماس الزائد فريق السد. جلوي هو في الديفنس العادي، ادي فيصل والستيل، مكسب كبير خارج حسابات فريق العربي في الدفاعات. دومينيك، دومينيك يطلب من ميروسلاف التمركز. خالد، خالد سليمان، ان سبورتسمان لايك فاول، الخطأ الرابع على خالد سليمان. نتيجة احتكاك ما بين ميروسلاف وخالد، يتعصب خالد سليمان ويحصل على خطأ رابع، يضع العربي في مأزق جديد. وميروسلاف وفرصة الذهاب إلى أبعد. خمس نقاط، ثلاث دقائق، لسه بدري، لسه بدري. مباراة جميلة، ميروسلاف يستغل التصويبتين وينجح، وحيازة جديدة. مرة أخرى السداوية في الهجمة القوية والتصويبة. المتابعة من عمر سيك ملك المتابعات. جالوي هنا، خالد يذهب، خالد ينتظر المدد، وهنا التصويبة لكن
المتابعة لمصلحة السد. الهدوء مطلوب للسد عند إنهاء الهجمات. هو عمر على طول الخطأ الشخصي. ميروسلاف لاعب محوري هو الأهم في صفوف نادي السد. بعد ما قلنا الشباب والدفاعات والضغط من عصام وفيصل والتحرك في أثناء الهجوم، لكن نعود هنا إلى هذا المحترف العملاق المميز فارق كتير جدا ميروسلاف في صفوف السد هذا الموسم. ثبات انفعالي وتسجيل النقاط، الفارق 7 نقاط أعزائي المشاهدين. جالوي، جالوي امتى هتخلص يا جالوي؟ امتى هتسجل؟ خالد سليمان، الدفاعات القوية، القط عمر سيك، والخطأ الخامس، الخطأ الخامس على المحترف تيلر بير. بالفعل هو الخامس، ومغادرة للملعب لتيلر بير. يتلقى التحية من زملائه، لم يسجل سوى 9 نقاط و6 ريباوند. عايز أقول لحضراتكم على طول خد وقت مستقطع، يعني فيصل أبو عيسى مسجل 9 نقاط، مصطفى فودة 7 نقاط، لكن دومينيك جيمس وتوديتش ميروسلاف 22 نقطة هو أفضل مسجلين فريق السد، بينما في الجهة الأخرى خالد سليمان هو أفضل المسجلين ب 18 نقطة و10 متابعات، بينما عمر سيك اللاعب المحترف المحلي ليس قادم من الخارج 18 نقطة أيضا متساوي في النقاط عمر سيك مع خالد، ولكن بعدد متابعات كبير 19 متابعة هو أفضل المتابعين في هذا اللقاء عمر سيك، يلي خالد ب10، ولكن الجهة الأخرى في توزيع في المتابعات لفريق أسد بعيد عن الأرقام. السد يسيطر على مجريات اللقاء ليستمر في المنافسة على الصدارة. العربي والبحث عن الدخول ضمن أفضل 4 فرق حتى يتمكن من اللعب في المربع الذهبي. العربي لقاء القادم مع قطر يوم الأربعاء يعتبر لقاء صعب أيضا، ومن ثم هيلعب مع الخور. عمر سيك يضيع الرمية الحرة، بينما السد يقابل الوكرة في لقاء ناري مع الوكرة الأربعاء القادم. أربعاء اللقاءات القوية، سد ووكرة وقطر وعربي، هيكون يوم في منتهى القوة ما بين أطراف المنافسة على المربع هو ويوم السبت. إذن أعزائي المشاهدين 7 نقاط، دقيقة 48 ثانية، دومينيك عاوز ينهيها بدري. فيصل في المتابعة، متابعة فيصل من ذهب بصراحة، رب ضارة نافعة، رب خروج باباكار ونزول فيصل، وهنا التصويبة القاتلة، التصويبة الرائعة أعزائي المشاهدين والدفاعات، وهنا الستيل. لسه هبقول لحضراتكم الستيل الرائع من فودة يعطي هدية لدومينيك. إذن هي صحوة النهاية، السيطرة للزعيم السداوي بامتياز. هنا مرة أخرى خالد سليمان آخر المحاولات. ثلاث رميات حرة هو القرار.
يحل التعب أكيد على خالد. أكيد لم يغادر الملعب خالد سليمان. لاعب أربع لاعبين بيلعبوا الفول تايم، هو وويليام وجلوي وعمر سيك. في نادي السد دومينيك جيمز فقط من في الملعب، لم يغادر الملعب. حتى توديتش غير وفودا غير، لكن لم يرتاح ابدا دومينيك جيمز هنا، واربع لاعبين في العربي. إذن البنش له دور مهم اكيد. وفيصل كانت هتكون نهايه رسميه بيد فيصل. 11 نقطه محاولات في الاخر، لكن خلاص اعتقد المباراه انتهت للسدويه منذ التسديده الثلاثيه والستيل والدفاعات القوية لفريق السد. إذن السد يحتفظ بالمنافسة على الصدارة ويفوز في لقاء في منتهى الأهمية، ليس للسد فقط. وناصر يكملها بتسجيل النقاط 79-66 لينتهي اللقاء أكيد بفوز السد. ألف مبروك لنادي السد وهارد لك لفريق العربي بعد أداء مميز أعزائي المشاهدين. وينتهي اللقاء بالفعل 79 السد 66 العربي. وإلى أن نلتقيكم إن كان في العمر بقية، دمتم في أمان الله.